عينان، أذن، أنف، فم. ما هذه؟ هذه رجل ولد. ما هذا؟ هذا ذراع بنت. ذراع. أنف. أذن. عين. فم. رجل. هذا ذراعي. هاتان أذناي. هذا أنفي. هذا فمي. هاتان عيناي. هاتان رجلاي. هو أصاب عينه. هي أصابت ذراعها. أصبت قدمي. أصبت أنفي. الولد أصاب ركبتيه. أصبت مرفقي. يدا الرجل على ركبتيه. مرفقا المرأة على المائدة. لديها ضمادة على ذراعها. أحتاج ضمادة على ركبتي. لديه ضمادة على إصبعه. لدي ضمادتان على مرفقي. لديهم ضمادات على ركبهم. لديه ضمادة على رجله. لديها ضمادة على ركبتها. هو يتزلج. هو يسقط. هو يسقط. هو يركب جوادا. هي تركب دراجة. هي تسقط. الرجل يسقط من دراجته. البنت تسقط من السياج. لقد سقطت البنت من السياج. لقد سقط الرجل من دراجته. لقد سقطت من دراجتي. هل لديك ضمادة؟ لقد أصبت مرفقي. هل لديك ضمادة؟ أنا عطشان. هل لديك بعض الماء؟ أنا مريضة. هل لديك دواء؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ لقد أذهبت إلى الخارج عندما كان الجو ممطراً. كنت أتسلق شجرة وسقطت. ماذا حدث؟ أنا سقطت وأصبت ذراعي. ماذا حدث؟ عندما كانوا يتزلجون سقطوا وأصيبت أرجلهم. ماذا حدث؟
أمي غسلت كنزتك. ماذا حدث؟ لقد رقصت لمدة 3 ساعات الليلة الماضية. ماذا حدث؟ لقد ذهبت إلى الشاطئ وكان الجو مشمساً جداً. ماذا حدث؟ لقد سقطت من الجوادي. ماذا حدث؟ لقد قفزت من السياج. ماذا حدث؟ لقد سقطت من دراجتي. هل أصبت ركبتك؟ لا، لقد أصبت مرفقي. هل ترغب بضمادة؟ نعم، أرغب. رأس، رأس، رأس. رأس، بطن، 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 ذراع، ذراع. أذني تؤلمني. أنفه يؤلمه. بطن البنت تؤلمها. رأس الولد يؤلمه. فمه يؤلمه. عيناي تؤلماني. أنف المرأة يؤلمها. ذراع المرأة يؤلمها. رأسي يؤلمني. بطن ابني تؤلمه. ما بك؟ أذني تؤلمني. ما بك؟ أنا مريض. ما المشكلة؟ لا أستطيع إيجاد حقيبة ملابسي. ما المشكلة؟ شيء ما في عيني. كم تبلغ درجة الحرارة في الخارج؟ 2، ينبغي عليك أن تلبسي معطفاً. كم تبلغ درجة الحرارة في الخارج؟ 30 درجة. ينبغي علينا الذهاب إلى الشاطئ. كم تبلغ درجة حرارة رضيعي؟ 37 درجة. كم تبلغ درجة حرارتي؟ هي 38 درجة. ما المشكلة؟ درجة حرارته 39. سوف أتصل بالطبيب. رقم هاتف الطبيب فوق الثلاجة. هي تتناول دواءها مع كوب من الماء. تناول هذا الدواء مع الحليب. عليك أن تتناولي دواءك بعد العشاء. أنا أشرب القهوة مرة واحدة في اليوم. تناول هذا الدواء مرتين في اليوم. القطار يغادر إلى باريس مرتين في اليوم.
هو يتناول الفطور مرة واحدة في اليوم. ينبغي عليك أن تسوك أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم. الطائرة تغادر إلى برشلونة مرة واحدة في اليوم. تناولي هذا 4 مرات في اليوم. الحافلة تغادر إلى مركز المدينة 6 مرات في اليوم. هل تلعبين كرة المضرب؟ نعم، أنا ألعب كرة المضرب 3 مرات في الأسبوع. هل تتناولين دواءً؟ نعم، أنا أتناول هذا الدواء مرة واحدة في اليوم. ما المشكلة؟ بطني تؤلمني. درجة حرارتك هي 38. ينبغي عليك أن تتناولي هذا الدواء 3 مرات في الأسبوع. كوني حذرة، السيارة قادمة. كن حذرا، أنت تتسلق شجرة طويلة جدا. كن حذرا، الأرضية مبتلة. رجاءً، كن حذراً عندما تقود في الثلج. رجاءً، كوني حذرة عندما تلعبين مع الرضيع. رجاءً، كن حذراً عندما تركب دراجتك. رجاءً، كوني حذرة عندما تقومين بتصليح السيارة. هل أنتما ذاهبان للتزلج غداً؟ نعم، نحن ذاهبان غداً صباحاً. رجاءً، كونا حذرين. صباح الخير جون. صباح الخير دكتور ستون. ما المشكلة؟ رأسي يؤلمني. ماذا حدث؟ لقد سقطت من السلم. تناول هذا 2 مرات في اليوم. شكرا لك. كن حذرا عندما تكون على سلم. مع السلامة. مع السلامة.